السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الذي هو تكملة للدرس الذي قبله، والذي شرحنا فيه لماذا العوازل هي عوازل، أي لماذا ما هو الشيء الذي يجعل العوازل لا تنقل الكهرباء. وقد كنا بينا ذلك من خلال إعطاء بنية الذرة، وقلنا بأن امتلاء مستويات الطاقة يكون عن آخره، أن معناه أن آخر مستوى للطاقة مملوء عن آخره، وبالتالي كل المستويات التي دونه هي أيضا مملوءة عن آخرها، والمستويات الأعلى هي مستويات فارغة تماما، وأنه مهما طبقنا فرق كمون أو جهدا كهربائيا فالذي سوف ينتج عنه حقل كهربائي يحاول تحريك هذه الإلكترونات الموجودة هنا. هنا طبعا لن يحدث شيء لأنه لا توجد إلكترونات، إذن لا تيار، وهنا هذه المستويات مليئة بالإلكترونات، إلا أنه بسبب مبدأ باولي الذي يقول بأن الإلكترونات لا يمكن أن تأخذ وضعا وسطا ما بين وضعيتين، فما دامت كل الوضعيات مملوءة فلا يمكن للإلكترونات أن تنتقل. فإذا كانت الشحنة ثابتة وكان التيار هو اشتقاق الشحنة بالنسبة للزمن، فما دامت الشحنة ثابتة فإن التيار سوف يكون معدوما، وسوف نكون هنا في حالة العازل. وقد قلنا بأن السيليكون هو من أشباه النواقل أو هو من السيمي كوندكترز، ولكنه في هذه الحالة أو السيليكون في حالته الطبيعية أو كل السيمي كوندكترز في حالتها الطبيعية هي عبارة عن عوازل، كلها عازلة للكهرباء، وإنما تصبح ناقلة للكهرباء عندما نضيف إليها بعض الأمور، وسوف نشرح هذا لاحقا. الآن سوف نتحدث عن النواقل، وقد اخترت النحاس لأنه من بين أكثر المواد استخداما في الكهرباء بسبب خاصياته الجيدة في نقل الكهرباء. ليس هذا فقط، وإنما لأن النحاس في بنيته أو ما نسميه بكريستالوغرافيك ستراكشر أو البنية الكريستالية إذا صح التعبير، يحمل نفس البنية الكريستالية للسيليكون، وهي كوبيك فاسنتري CFC، نفس البنية بالنسبة للنحاس وبالنسبة للسيليكون، إلا أن عدد إلكترونات السيليكون 29 إلكترونا، فكل المستويات مملوءة ويبقى لنا إلكترون واحد في المستوى الأخير. وما دامت أنه لدينا هنا وهنا نفس البنية، فمعناه ماذا سوف يكون لدينا؟ هذه المستويات الثلاث الأولى سوف تكون مملوءة عن آخرها، والمستوى الأخير ماذا سوف يكون فيه؟ ما دام أن هناك إلكترونا واحدا فقط، فمعناه أن المستوى الأخير لن يكون مملوءا عن آخره، وإنما سوف يكون نصف مملوء. المستوى الأخير سوف يكون نصف مملوء، أي نصفه مملوء والنصف الآخر فارغ. فما الذي سوف يحدث هنا إذا طبقنا أخذنا هذا السلك النحاسي وطبقنا عليه فرق كمون، هنا الموجب وهنا السالب؟ إذن الذي سينتج حقل كهربائي دائما يتجه من الموجب إلى السالب. فما دامت هذه الانرجي باند نصفها مملوء ونصفها فارغ، معناها أن النصف الأماكن الممكن للإلكترونات أن تأخذها فارغة، معناها أن الإلكترونات إذا طبقنا عليها هذا الحقل الكهربائي سوف تستطيع أن تنتقل خلال هذه المادة، وسوف يتولد لدينا تيار، معناها أن ليست كونستانت، إذن التيار غير معدوم، ونحن هنا في حالة ماذا؟ في حالة النواقل.
في حالة النواقل. طبعا الناقلية تختلف من مادة إلى أخرى، أو قدرة مادة ما على نقل الكهرباء تختلف من مادة إلى أخرى، وقد تختلف أيضا في نفس المادة، نفس المادة أي النحاس بحسب طريقة تكوينه. إذا خلال صنع هذا السلك النحاسي قمنا بصنعه بطريقة متأنية وجيدة، فإنه سوف يكون ناقلا جيدا للكهرباء. وإذا كان ذا نوعية سيئة، أي هذا النحاس تشوبه بعض الشوائب الكيميائية إلى آخره، فإن ناقليته سوف تنقص. لن نتحدث عن هذا الأمر هنا، عن اختلاف مدى الناقلية ومدى العازلية، لأنه ليس موضوعنا هنا، وربما نتحدث عنه في درس آخر. أمر آخر أردت التنويه إليه والتنبيه إليه، وهو أن كون العوازل والسيميكوندكتورز في حالتها الطبيعية، أؤكد السيميكوندكتورز في حالتها الطبيعية، هي والعوازل نفس الشيء، تتصرف كالعوازل وهي أيضا عوازل. فالسيليكون يمكن أن نصنع منه الزجاج، ليس كذلك؟ السيليكون يمكن أن نصنع منه الزجاج والبلاستيك، والزجاج والبلاستيك هي عوازل. فالسيليكون أو السيميكوندكتورز والعوازل تتصرف بنفس الطريقة. وعندما نقول بأن هذه الانرجي باند مملوءة تماما وهذه الانرجي باند فارغة تماما، فنحن نبالغ نوعا ما، لأنه يمكن لبعض الإلكترونات أن تقفز من هنا إلى هنا، يمكن لبعض الإلكترونات أحيانا أن تقفز من هنا إلى هنا إذا امتلكت طاقة تساوي طاقة الفرق ما بين الفالنس باند والكوندكشن باند. إذا امتلكت هذه الطاقة فيمكن أن تنتقل من هنا إلى هنا، من الفالنس باند إلى الكوندكشن باند عفوا، إلا أن عددها سوف يكون قليلا جدا ليستطيع أن يحدث تيارا كهربائيا محسوسا. وهنا يظهر الفرق ما بين الصفر الرياضي والصفر الفيزيائي. الصفر الرياضي هو الصفر، هو المعدوم، هو وجود لا شيء. عندما أقول بأن عدد الإلكترونات هنا صفر فهو فعلا صفر، أو عندما أقيس التيار وأقول صفر فمعناه أنه حقا صفر. حتى لو أتيت بأجهزة متطورة تقيس أقل تيار فإنني سوف أجدها صفرا. أما الصفر الفيزيائي فهو كل ما لا نستطيع قياسه. إذا كانت هناك إلكترونات قليلة فإن التيار الذي سوف ينتجه سيكون ضعيفا ولن أستطيع قياسه أو حتى الإحساس به، فأستطيع أن أقول بأن التيار معدوم وبأن هذه المادة هي مادة الآن السؤال الذي يطرح نفسه، ما دمنا قلنا عن السيميكوندكتورز بمختلف أنواعها، السيليكون، جرمانيوم وكل الأنواع الأخرى هي عبارة عن عوازل، فكيف يمكن استخدامها في المركبات أو المركبات الكهربائية التي هي ناقلة، أغلبها ناقل للكهرباء، أو يجب أن يكون كلها ناقل للكهرباء؟ كيف يكون ذلك؟ هو بإضافة إلى هنا، إلى هذه الانرجي باند التي كانت فارغة، أن نضيف إليها كمية من الإلكترونات، نضيف إليها كمية من الإلكترونات لتصبح حالة امتلائها كحالة امتلاء النواقل. هذه طريقة أولى. أو يمكن أيضا أن نفعل ماذا؟ أن نفرغ مثلا جزءا من الإلكترونات هنا، فماذا نفعل؟ ونقوم بإفراغ جزء من هذه الانرجي باند، كانت ممتلئة عن آخرها، سوف نفرغ جزءا منها، فماذا سوف يصبح لدي؟ علي أن أنسى هذا الجزء لأنه فارغ تماما. أفرغ هنا هذه الانرجي باند، فماذا سوف يصبح لدي؟ حالة
النحاس أو حالة النواقل. فإذا طبقت فرق كومون هنا فيمكن للإلكترونات أن تنتقل خلال هذه الأماكن الفارغة، وإذا انتقلت الإلكترونات فإن الشحنة لن تكون ثابتة، إذن التيار لن يكون معدوما. كيف أقوم بهذه العملية الذي أسميه بعملية الدوبينج؟ كيف أقوم إما بإضافة إلكترونات هنا أو إفراغ بعض الإلكترونات هنا؟ هذا ما أسميه بعملية الدوبينج أو لوبيراسيون دو دوباج، وهذا ما سوف أحاول أن أشرحه في عجالة الآن. حسنا، عملية الدوبينج أو عملية التشبيه، فهنا في كلتا الحالتين بوزيتيف دوبينج والنيجاتيف دوبينج، قبل أن أبدأ لدي بنية أو إنرجي باند الخاصة بالسيليكون، فالفالانس باند والكوندكشن باند، الفالانس باند ممتلئة تماما والكوندكشن باند فارغة تماما. في النيجاتيف دوبينج ماذا أفعل؟ سوف أضيف للسيليكون، لمادة السيليكون سوف أضيف إليها مجموعة أو عدد من الذرات. هذه الذرات تحمل في مدارها الأخير 5 إلكترونات. فماذا سوف تفعل هذه الإلكترونات؟ 4 إلكترونات سوف تقوم برابطة تكافؤية مع ذرات السيليكون، وسوف تتصرف على أنها ذرات سيليكون. وما الذي سوف يبقى؟ سوف يبقى إلكترون واحد حر. هذا الإلكترون لن يجد مكانه هنا بطبيعة الحال لأنها امتلأت، وما دام موجودا هنا وحرا فما الذي سوف يفعله؟ بما أنه لا يمكن أن يوجد هنا، فما الذي سوف يفعله؟ سوف يقفز إلى هذه الإنرجي باند، وبقدر إضافة للذرات ذات 5 إلكترونات في المدار الأخير، مثلا ذرات الفوسفور، فسوف أضيف إلكترونات هنا. سوف أضيف إلكترونات هنا بقدر إضافة لذرات الفوسفور، فكلما أضفت ذرة أضفت إلكترونا هنا. وإذا أضفت عددا كبيرا من الذرات، مثلا حوالي إذا أضفت 10 أس 15 ذرة من الفوسفور، فإنه سوف يكون لدي نفس العدد الإلكترونات الحرة هنا. وهنا ماذا سوف يصبح لدي؟ إنرجي باند نصفها مملوء ونصفها فارغ، فأحول السيليكون الذي كان عازلا قد حولته بإضافة الفوسفور، حولته إلى ناقل كهربائي، وأقول بأنه N type silicon أو سيليكون من نوع N أو نيجاتيف فقط، لأنني قد أضفت إلكترونات هنا، وإلا فالشحنة العامة للمادة سوف تبقى معدومة، ليس كذلك؟ لأنني الإلكترونات الموجودة هنا والتي شحنتها سالبة قد تركت ذراتها، ذرات الفوسفور هنا، وبما أنها تركت ذراتها فكل إلكترون ترك ذرة أو ترك أيونا موجبا، فالشحنة العامة شحنة معدومة. بالنسبة للبوزيتيف دوبينج ماذا سوف أفعل؟ أظنكم قد استنتجتم الأمر. سوف أضيف أيضا ذرات، ولكن هذه الذرات تحمل فقط 3 إلكترونات في مدارها الأخير، مثلا ذرة البور. فما الذي سوف تفعله هذه الذرات؟ سوف تقوم برابطة تكافؤية مع ذرات السيليكون، وسوف تتصرف على أنها ذرات سيليكون، ويبقى هذا الفراغ، أي أنني كلما أدخلت ذرة بور في هذا السيليكون ماذا؟ خلقت فراغا داخل هذه الفالانس باند. كلما أدخل إلكترونا سوف أخلق فراغا، وإذا أدخلت عددا كبيرا من الإلكترونات من ذرات البور، فيعني أنني سوف أخلق الكثير من الفراغ. وإذا خلقت هذا الفراغ فإنه يمكن للإلكترونات الموجودة هنا أن تنتقل بحرية داخل السيليكون، وسوف أحصل هنا أيضا على ناقل. فالناقلية في السيليكون أو N-type silicon تحدث في أين؟ في conduction band، وأما في P-type silicon تحدث في valence band. فهكذا أستطيع أن أحول السيليكون
من عازل إلى ناقل، وبقدر إضافة لذرات الفوسفور أو ذرات البور أستطيع أن أتحكم في ناقلية السيليكون، أو عامة بصفة عامة في ناقلية السيمي كوندكتورز. يعني أنني أستطيع أن أصنع سيمي كوندكتور ذا ناقلية جيدة بإضافة الكثير من الذرات، أو ذا ناقلية أقل بإضافة القليل من الذرات، وهذا شيء جيد جدا في الإلكترونيكس. سوف أتوقف هنا، وربما في المرة المقبلة سوف نبدأ في التطرق إلى أول مركب كهربائي وهو الدايود. شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.